قالت وزارة البيئة التونسية إن الحكومة تعتزم فرض حظر على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، وذلك من أجل حماية التنوع البيولوجي في البلاد. أوضحت وزارة البيئة التونسية أنه يجرى استخدام مليار كيس بلاستيكي في البلاد سنويا، ولم تعرف بعد تفاصيل بشأن الحظر المقترح لأكياس البلاستيك، لكن السلطات تقول إن الحظر سيبدأ تطبيقه اعتبارا من العام المقبل. وإذا طبق الحظر المقترح كما هو مقرر، فإن تونس ستصبح أول دولة عربية تمنع الكياس أو أكياس البلاستيك غير القابلة للتحلل. هذا الحل الوحيد، حلوا البلاستيك، فما ناس تسترزق منه تخدم. نحن كل جمعة هون أقل حاجة ب 100 دينار بلاستيك، أقل حاجة في الجمعة هذه، يعني في الشهر 400,000. إذا كان باش ناخذ من عنده السير هذا باش يبقى بطال، شو باش يخدم؟ ياسر الناس اللي نخدم بيهم وكما نقولها ماهماش اكتياس التلوث، ما نستحقوش، إذا نستحقوا الناس كليك كل واحد ياخذ ساعته واثنين واحد يتياشر. منع الأكياس كما حكينا معناها مانعين الأكياس من لا تراجع في القرار هذا، لكن بطريقة معقولة بإمهال الصناعيين والقطاع لمدة زمنية، أنه سنة باش تكون 12 شهر اعتبارا من صدور الأمر هذا، ونتصوروا أنه الأمر باش يخرج في مارس، معناها بعض الأسابيع مارس 2016، دونك تفعيل المنع باش يكون في 2017.